21 أذار عيد الأم، عيد كل الدنيا. بحييكم مشاهدينا وبعيد وبحيي كل الدنيا اللي عم تحتفل اليوم بست الحبايب. هاي سنتي أنا بحييكي وبعيد والدتك، وإن شاء الله السنة القادمة نعيدك لألك أنت كمان. ميرسي كتير أفف، أكيد أنا بدور ينعاد عليك الله يخلي ليك لين، وكمان بدي عيد كل الأمهات، وبدور بدي عيد والدتي اللي بحبها كتير. مشاهدينا نحن بما أنه اليوم عيد الأم حبينا تكون حلقتنا سبيسيال، أكيد ضيوفنا مميزين، فقراتنا وحتى أخبارنا. وحتى إذا عندكم أسئلة لضيوفنا فيكم تتواصلوا معنا على كل صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. بما أنه اليوم عيد الأم وبما أنه أمنا كلنا هي العذراء، حبينا بداية حلقتنا تكون بمشوار على مغدوشة لعند أمنا العذراء. مزار سيدة المنترة العجائبي هو مزار مريمي بامتياز، يستمد تاريخه من التقليد المقدس يلي بيذكر أنه العذراء كانت ترافق يسوع ورسله بالجولات التبشيرية بمناطق جوار صور وصيدا. وبسبب استحالة دخول مريم إلى المدن الوثنية، كانت تنتظر يسوع على رابية مطلة على صيدا وجواره بمغارة عرفت بمغارة سيدة المنترة أي الانتظار. وجسد هالقصة تمثال صخري رائع الجمال للعذراء مريم جالسة عم تنتظر ابن يسوع وتلاميذه. مكتوب فوق راسها عبارة أنتظر أولادي باللغات العربية الفرنسية والإنجليزية، درب المزار هو مسيرة حج بتتبع خطى الرب خطوة خطوة بهالأرض يلي زارها وباركها. لذلك قال قداسة البابا يوحنا بولس الثاني: لبنان أكثر من وطن، هو رسالة. فوق البرج تمثال العذراء مريم حاملة طفلة على ذراعيها. بأسفل البرج شيدت كابيلا جميلة زينت بلوحة زيتية كبيرة بتمثل العذراء مريم جالسة عند مدخل المغارة، والسيد المسيح بوسط الغيمة واضع إيده على رأس ابنة المرأة الكنعانية يلي شفاها، ومشهد راعي القطيع الحامل على كتفيه الناجي يلي سقطت من ثقب سقف المغارة وكانت سبب إعادة اكتشافها سنة 1726. ينعاد عليك يا أمنا يلي بالسما. ونحن أيضا نتضرع لأمنا العذراء لمريم العذراء يلي هي شفيعتنا بكل مراحل حياتنا. مشاهدينا بنبدأ حلقتنا وبنبدأ باستقبال ضيوفنا. ضيفنا لليوم سبق وأنه استقبلناه بتحلى الحياة، ولكن اليوم وصل مع والدته لحتى يقلنا أمي أقوى أم بالعالم. نستقبل السيدة هيام غريب أزي والإعلامي ميشيل أزي. أوف 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 أيها السيدات والسادة، إنه زمن الطبيخ، إنه زمن أمي أقوى من أمك. ثلاثة اثنين واحد أوبا. Pero me da miedo enamorarme de ti. أنا بعرف شو ما شفتي صعبة. لا كفتة وبطاطا اليوم ما دايق ملوخية بلا رز مني وعلي عشا الليلة أنا عامل ضيف. مباشرة إلى النتيجة النهائية، أمي أقوى من إنكم.
اها امي او ام امي خلص اليوم على راسي امك. اهلا وسهلا فيكي مدام هيام، اهلا وسهلا فيكي، ينعاد عليكي، ان شاء الله بضلي على راسهم ويخلي لك هالعيله الحلوه وكل سنه وانت بالف خير وبالصحه. ينعاد عليكي ماما وبالصحه وبالجميل وبالجميل ايضا. تسلمي، وانا كمان مبسوطه كثير معكم وبهالنهار الحلو، يعني المهم عيد الام انه استضفتوني، كثير بتشكركم. هيدا فخر كبير لنا ميشيل، نحن بدنا نرحب فيك ولكن انت من اهل البيت. الله يخليك. وانا انه رايح جاي بتحلى الحياه يعني انه نحن هون دائما بنكون دائما نحن بنلتقي فيك بنشرب قهوه قبل ما نطلع الحلقه. جاي على البروجرام، هيدي ثالث طلعه معكم، ولا بدي اقول وبتعرف الماما انه فال خير طلعتي دائما بتحلى الحياه. اول مره طلعنا وقت من بعد دغري انتقلت على ال بي سي، ثاني مره بلشنا ببروجرام امي اقوى من امك، صحيح، وهلا لنشوف شو بده يصير. وجهك خير، وجهك خير علينا. ثانك يو عفاف وسنتيا، وبدي اعيدكم كمان عفاف لك اكيد يعني ينعاد عليكي وسنتيا ان شاء الله سنت الجاي كمان عروس جديده، ولاماتكم ولكل الامهات اللي عم بتابعونا، واكيد ماما خلي لنا اياكي وضلك فوق راسنا. ونحن بنتشرف بوجودك معنا، بنعرف انه هيدي ثاني اطلاله اعلاميه او تلفزيونيه، اول التلتة. مره او ثالثه كانت معك. صح، طلعت معي سابقا بتلفزيون مستقبل بس كانت تطلع بتسجيل. نعم، لكن انا تاعي على استوديو لايف ما كانت تسترجي، اللي كان نصورها بقلب البيت. اليوم اول مره لايف. صح، هذه اول مره، وبالفعل يعني في رهبه يعني بس تفوتي على استوديو غير شيء مع البيت. حسيتي مختلفة يعني؟ بس يمكن الفكرة بركن لأنه إحنا مباشر بتختلف. إيه لا، أنا معكم مرتاحة كتير مثل كأنه بالبيت، عن جد إنه ما إنه كتير مرتاحة. أنتوا ببيتكم مثل ما قلنا ميشيل هو ضيف عزيز وفعلا وجهه خير على كل البرامج أينما حل وأينما كان. خبرينا شوي عن ميشيل. طيب أنا رأي مشي. لا، ما إحنا ميشيل ما إحنا مربطين على المرة بلا ما شو بدي خبري عنه؟ رزيل كان كتير هو صغير. ما كنا عارفين نحن. تفاجأنا. ايه كتير رزيل. كانوا يبعثوا وراكي بالمدرسة كتير يعني. ايه ما كنت روح انا، كان يروح خيو الكبير. لانه حتى ما يقولوا لي الي روح خيو بصير عني وزبط الاوضاع هو. او البابا مرات كان يروح يعني. كنت تخبري الوالد؟ كنت تخبري يعني تا يروح الوالد؟ انا كنت هون بدي اسأل. كان يقولوا بتجيب اهلك. أوكي. فأجي أحكي لهم إنه ماما دبر راسك، البابا يطلع مثلاً مرة يحزر يعني. إيه بعدين اللي إذا رجعوا بعت وراي يروح خيك أنا ما رح أروح. يعني ما كان قاسي يعني، ما كان يزعل مثل غير البيات كانوا يقولوا إنه ابني مثلاً شقي بالمدرسة. مع إنه كان تبعه عسكري بس كان يعني جدي وهيك، بس بالوقت ذاته كان حنون وكان يعني نحن يعني ربيناهم بعائلة نشكر الله فيها فرح. ما في هال يعني ما كان في قصاص كثير. لا كان في قصاص يعني بس انه في هيك ليونه اجمالا يعني ما خليناهم يحسوا. نحن فتره الحرب ما رأيت كانوا بعمر صغير يعني، ما خليناهم يحسوا، ناخذهم من محل لمحل لحتى يضلوا عايشين بالاجواء الحلوه، انه ما حسوا كثير مثل بقيه الناس بالحرب. قد ايه مرق علينا صعوبات نحن بالجيش يعني، كان كمان صعب بحياتنا، كان في حسنات وكان في سيئات. يمكن يعني قد ما كان في ضغوطات بحياته العسكريه، الوالد حب انه يموه عن هذا الموضوع. صح، انه بالبيت كان البابا يعني الله يرحمه يكون قريب من الاولاد ويعني. الله يرحمه. هلا انا في شغله دائما بقولها عفاف وسنتيا، انه بتشكرهم دائما للماما والبابا، لانه بقول انه كمان يمكن نجاحنا بالحياه الحمد لله يعني اللي قدرنا نوصل له كل واحد بمهنته ان كان انا او اخواتي، فالسبب الرئيسي هو بعود للتربية بالبيت والجوم. يعني هيدي أنا بقول 90% يمكن لعبت دور التربية وكيف تصرفوا معنا وكيف ربونا. فمثال لأعلى البابا الله يرحمه والماما الله يطولنا بعمرها. نعم، بما أنه عم نحكي عن التربية يعني والدك توفى سنة 94. صحيح. وأنتوا بالعائلة خمسة يعني، اسم الله عليك مدام، بتخيل أنه بهالظروف وقتها كانت صعبة لأن بدك تهتمي بخمس أولاد وصار كل الحمل عليك. خبرونا شو عن هالمرحلة وأنت شو بتتذكر منها ميشو؟ لكن مرحلة كتير كانت صعبة يعني عن جد، أنه مش منتظرين لأنه عمل الريكاردياك ما كان بوشي وفجأة كانت كتير يعني صعبة المرحلة. وهلأ كان عندي بس البنت الكبيرة مجوزة والثاني مها الموجودة معنا مها بالستوديو. جاي دعم على معنا بالستوديو، دعم للماما أكيد ومن عيد على مها ومن عيد الكل. ايه مرسي. ويعني مرحلة صعبة كانت بس الله بيعطي القوة
وانا يعني مؤمنه وبتكل على الله وهن كمان قد وقدود ونحن كنا يعني اذا بدك كنا يعني قطعنا المرحله المدرسه والمدرسه يعني صرنا بمرحله الجامعه وفي منا يعني كبرنا يعني عرفتي فيكم تتكلوا فاكيد يعني وقفنا حد بعضنا اكيد يعني بوقت انه كانت يعني كمان يعني مفاجأة يعني غياب الوالد عنا بس انه الحمد لله يعني والماما وضلت هيك حضنتنا مثل ما بنقول نعم. ومن قلها دايما الماما بول الماما يعني نعم. جامعة العيلة وحضنتنا قدي كبرنا وقدي هيدا بتضلها بالجمعة نعم. حتى على الأحفاد يعني صارت هي التيتا عم نشوف معها هاي مها هاي مها هلا الكل تزوج الا ميشيل يلا شو اقولك قد ما تغنج قد ما تغنج ميشيل يعني انا بقول لي الحق عليك ليه بقول لي الحق عليك انت الحق اشحطي قولي لي يلا طيب ما عملتيها بعد على ما بتطردني بس بطريقه بروح بعد هيك برجع بس كيف طريقه الشحطه بتكون بالبيت عاده كيف شحتك من البيت بطريقه دبلوماسيه ما بتقولها يعني بس بحسها انه صار لازم اتسهل وانت بس انت مبسوط لا اكيد مبسوط طبعا طبعا يعني والله يخلي لنا اياها دائما و اي متى رح تتسهل بس ما عرفنا تسهل على طول قاعد باقي شو قلت يعني بيسمع الكل مش هلا هو اللي عند اهله عم اهله هيك ما اختلفنا بس هلا هي الماما الى حد ما يعني بيجي وقت انه خلص يا ميشيل زورني من وقت للتاني واستقل بقى هلا هي الماما انا كثير بحب يعني عن جد هلا ايام بقول له مثلا بقول له شو يا ميشو هيك بدنا نضل انه بقول لي شو يعني شو فكره انه بدنا نستقل بدنا نشوف الاولاد هلا من غير شر الاحفاد قد ايه عندي اياهم بالدنيا قد ايه بحبهم كلهم يعني هلا شو جايين تفشوا خلقكم على الهواء نحن سهلا انا جاي بس هيك يعني كو ضيف يعني اليوم ماما الضيفه نحن صدقنا نلتقي بالوالده وانت موجود وما نعرف حقايق نحن ناطرينها يعني معقوله هلا المام كانت بفتره من الفترات اذا نرجع مثلا 3-4 سنين لورا كانت كبسه فيي مزبوط انه ايه كانت كبسه ليه غيرتي ليه استسلمتي ليه خففتي من خففت لانه حسيت انه هو شيلها من راسه نهائيا لا لا لا, 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 لا شيلها من راسك نهائيا او لا خلينا يعني انا بحب الحريه وتعودت على نمط الحياه لكن من هو صغير بحب الحريه عن جد وقت اللي كان بيبي كان يعني ابن سنه ونص ما قعد بحضني مثل اخوته ما قعد ببوسات ما قعد ببارك ما قعد بيبقى حويس يعني حوي ايه ابدا ايه والزواج بده شوي مسؤوليه بده يتحمل الواحد بده شوي تربيت شوي هيك هيدا موضوع اذا بدكم على عيد الزواج احكوني بيجي بحكي على الموضوع فينا نعتبرك لانك غنوش كمان شوي العائله لا يعني مش قصه غنوش هلا الواحد لا كل ولد بيتغنج ونحن بالبيت طبعا يعني غنجوا الكل اذا بدك وانا دائما بتهمها للماما انه مغنجي مثلا في مثلا الي خيي بقول له انا اكل بيضه والتقشيره يعني بس يجي الي عرفت الطبخات المهمه لالي انا الي اكبر واحد اكل بيضه والتقشيره وبيتهمني باخوته بس طبعا كله باطار المزح يعني كنت عم بتقول ميشيل انه انت والي قراب من بعض طبعا قبل ما نطلع على الهواء يعني بالعيله اذا بدك في اذا بدك كان يروح النكته وكذا هلا انا والي اكثر شيء بننغم سوا بس نكون قاعدين جلسه كلنا سوا فانا بزت نكته الي بكملها يعني فعنده كمان انا والي يعني قراب شوي هيك مين اكثر شيء قراب على بعضهم بتحسيهم مدام بالولاد بالطبع بتلاقيهم بيتفقوا يعني اكثر شيء مع بعضهم ما هو ميشو ايه بالاتفاق بيتفقوا بس ايه. غير كاركتر ايه غير شيء هلا بنقول نحن الحمد لله انه كلنا بنتفق مع بعض هذه ايه. كمان يعني ميزي. مش بكل العائلات بتشوفيها هيدي بنعتبرها نعمه اكيد هلا بس في اشخاص يمكن بنشوف بعضنا اكثر مثلا مها دائما بتزور الماما يعني مها يوميا عرفت انه راح اولادها لمها ماشي قبل الدور بعد الدور انه كيف عرفتي كل ما بيمرقوا من حد البيت بده يمرقوا عند التيتا انه لازم اللي جعان بده يمرقوا لعند الماما اللي علقان بعشقة السال بده يمرقوا عند ستو فبصير له خلص يا اخي كل واحد يروح على بيته وعند ستو لان احنا عم نحكي في 12 حفيد يعني هنا خمس اولاد 12 حفيد كيف علاقتكم مع بعض يعني ميشو مثلا لما كنت عم تقول كله بده يقطع عند التيتا كيف وانا الخال والعم العزابي هو ميشو يمكن سبب انه ما كمان تيتجوز في ولاد بالبيت مثل اللي بينلوا الفراغ يعني بيجوا لعنا بحبهم كلهم وبغنجهم وبيلعبهم
انه كمان هيدي سبب انه مثل المكتفي في معبع يعني اولاد ما فيش في انه اسم الله عرفتي وفي ايه جميع الاعمار يعني في عندنا اولاد مثلا أي عمر تقريبا في احفاد صاروا انا في عندي الماما بنت الكبيره لبنتي عندها بيبي يعني الماما يعني تيتا تيتا لا مايا مايا صار عندها ام اسم الله أيوة. اسم الله العمر كله والصحة يا رب. وهي صورة للعائلة كلنا سوا عم تطلع يمكن على عم نشوفها عم علق أنا عم ساعدكم بالأعداد. ميرسي ميشيل. عم نحكي عن الأحفاد، مين من الأحفاد بتحس أو من الأولاد الأخوة بس هدي بس لأقول شغلة، هيدي الصورة اللي شفناها بعرس إيميليا اللي هو ابن أختي الكبيرة كان عرسه وكنت أنا شبين، كان بعمله شبين كمان خال وعم وشبين ورفيق 100% مين مخول اكثر شيء وطالع لك من بين كل الاولاد يعني بتصور اللي طالع هيك شوي كمان عنده هيك روح المزح جو ابنا لمها بعد عم تقول مها ابني مخول يعني مينيموم مينيموم الصبي يخول انه بضل عرفتي انه هيك معي وبحب لي كاركتري يمكن وبجرب انه هيك هو عنده كمان هو مهضوم وقريب كان من القلب مؤثرين كثير فيك يعني بقولوا لك مثلا انه حبيناك كثير بتلاقيهم كثير هيك بتاثروا ايه لا انا وياهم اصحاب يعني اصدقاء في منهم يعني بنحكي عن كل شيء يعني بنحكي بالحياه بنحكي على التيفي بنحكي عن حلقاتي نظهر سوا مرات نسهر الكبار شوي والصغار يعني كل واحد له دوره ورح نحكي عن انت وصغير كمان هادي عند الماما ايه عرفت انه في خبرية مهضومة كنت عم تخبرينا انه ميشو كتير وريش وهلا عم نشوف نحن صورة هادي الصورة لك شو هادي بأمريكا هادي انا كنت صغير هادي من 20 سنة يمكن اكتر شوي شي 23 سنة وكم شهر لا ممكن يكون مثلا شي 300 شهر قد ايه دقيق ميشيل بحساباته مدام دقيق بحساباته ما هيك ايه دقيق وهيدي الصورة هيدي من شهرين هيدي كمان مش 20 سنة كل الصور مش 20 سنة هنضل معلقين على العشرة على 20 عرفنا انه كان ورش هو كثير هو والصغير وفي خبرية خير ان شاء الله هلا شغل بيت وشغل كنا صيف بريفون ميشيل ما تنكوز الماما بليز كان في هذيك الايام اكيد مش على ايامكم ما بتعرفوا ما بعرف اذا سامعين في ايدي تاج وكان هذا الله يرحمه كان بطل بالموتوسيكلات كان والبسيكلات على الدرج وشو قد كان عمره ميشو يمكن كان بطل بسبق الموتوسيكلات وكان جارنا فنحن كنا صغار يعني كان عمري يمكن شيء 8 سنين 7 سنين شيء هيك وهو كان مثلا مثل عرفت الايديال تبعنا شاب عمره مثلا 22 23 سنه وكان بطل بالموتو ونتفرج عليه يعني كيف بقب الموتوسيكل وبينزل على الدرج وكذا ف تاثرت انه انا كنت احب البسكليتات ايه بقى على البسكليت بنزلي كنت افلت ايدي على البسكليت يعني سكتت مثل يلي بيقلدوا سوبرمان مثلا ايه مثلا نازل انا عند نزلي قويه وماشي ولابس برنايطه وشيل ايدي عن دريكسيون هيك هلا المشكله انه طارت البرنايطه طارت البرنايطه امتى انا بلا بنبش عليها وكانت وعوين اجت على الراس وصرت هيك واو اجى على البيت انا ما بدي اقوله يعني جلده وجهه من هون ابعى قد ما على يعني بدل ما انا انفشل عليه وانراعي اكلات ايه انه انا جاي مدمم والماما شو عملت طاع انا هون بدي اتوقف عند هيدي التربيه يلي الاهل اوقات يعني من كثره انفعالهم وحبهم وخوفهم وقهرهم علينا بيصير هيدا الشيء بتندمي بتقولي انا كيف مديت ايدي على ميشيل رغم وجعاته ايه بلا ايه بحب لا ما كان يعني ما كانت بس مش هالقد انه الاساوي يعني هلا درب الام قد ما يكون ايه بس انه اتأنب يعني بدل ما نغنجه زيادة نخاف عليه صار في تأنيب يعني ايه لأنه شيء مش معقول يعني مثل ما اجى دم ووجه كله مجروح وكله يعني وأكتر شيء وقت خفت على الساعة كنت لابس ساعة جديدة على قصص الساعات ما في ساعة كانت تضايم بإيده أكتر من جمعة ايه كنت كسر ساعات كتير مع البوكسينج يعني يعني كنت انه بعمل سبور كتير وصايد وبسكليتات انت بتتذكر شي خبرية مثلا خبرية البسكليت صايرة معك من الطفولة بس انا بدي اعرف هل في ما قبل البسكليت ميشيل وما بعد البسكليت انه تغيرت ما بعرف لا بدي اقول شغلة لا ما يعني كمان يعني كان تأنيبهم لقلنا ان كان الماما او البابا دايما يعني ما فيها
اذا بدك هالشراسه او كذا. انا مع انه الام يمكن شوي تضرب ابنها، ماني ضد، بقول انه ابدا مش لازم، بس انه مش انه تعنيف لا، بس انه على الخفيف يعني. وبكون في طريقه واسلوب الواحد يتعلم. عم نشوف صور الوالده، صور جميلة جدا، هيك بتذكر المناسبات يلي عم نشوفها. ايه اكيد، هيدي بتصور هيدي الصورة عرس مايا. عرس مايا صح، وهيديك اللي قبل عرستوني. عرستوني خيي ومايا يلي هي حفيدتها الألمانة اسم الله، يلي هلا صار عندها بيبي، صار عندها بيبي اسم الله. وعبين ما اشوف صورك انت وميشيل بزفافو. مرسي 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 عفافي مرزوق، واكيد بتكونوا معنا انتم معزومين امتكم كمان. ميرسي ميرسي. انا كنت مركزه مع ميشيل اشوف انه ها بعد قد ايه، كنت عم تقلنا واكيد انتم بتكونوا موجودين معنا. بتكونوا موجودين بالعرس معزومين. ايه احفادي، انا احفادي بيكونوا موجودين. انت واحفادك الجايين مش غلط. لا مش غلط، مش مقبوله، مش رح نوصل غلط. مش غلط. كنا عم نحكي عن ذكريات الطفولة، في شي مرة بتتذكر بركي خبرية معينة صايرة معك فيها تكون حتى على كبر ما بتنسيها؟ في كتير اشياء يعني كانت تصير، بس انه اذا بدك نحكي عن جنرال شو كان مثلا، انا كنت كتير مهووس بالصيد يعني كنت اطلع كتير على الصيد، ومن انا وصغير يعني، فكان لي خي الاكبر مني يخدنا على الصيد، فكنا نصيف بالجبل، وبالجبل حدنا كان البيت كله شجر. فقوم انا من انا وصغير الساعة 5:30 على بكره، بتعرف الواحد بيقوم على الصيد بكير، فقوم على بكره بالبيت بعد عمري 7 سنين، بعد ما يعني انجع بعد بالبروده ما بقوز، فقوم انا امشي زحف بالبيت، اوصل على الشباك اطلع شوف العصافير على الشجره، قوم واعي لي خيي انه قوم قوم قوس من الشباك انه معقوله. فكانوا بعدك يعني. لهلا بتحب الصيد؟ ايه بعد بحب بحب ايه. وبتنطر مواسم الصيد يعني سباحه رياضه صيد سبور سباحه كمان كنا كثير كان يقدر يطلع بطل يعني بالأيام الصفرة مارين وهيك، عنده 4-5 كاسات ربحان، ومش بس بسباحة بال أيوة دائما لازم تكوني معي ضيفة في إشي ما بحكيه عن حالف. لا حيوه موجودين عندي بعضهم يعني الكاسات اللي ربحانهم. لا إيه إنه كمان أنا بقول شيء هو من هو صغير بحب يكون هو الأول قدي هون بدي أقول قدي حضرتك بتفتخر بميشيل من هو صغير. إيه لا أكيد خصا هلا قد ايه بتفتخري فيه هلا عن كبار انه هو نجم تلفزيوني. ما انا بس يشوفوني الله يخلي لك وما بعرف شو هذا ابنك واكيد بدي اقول انه انا واخواتي اكيد كان ليليان الكبيره والي الثاني ومها الموجوده معنا كمان اليوم هون وطوني خيي يلي بالغربه بيروح وبيجي وانا كلنا على يعني نفس الروح ونفس النفس ونفس الفكر انه كثير بنقدرهم ونحن بنفتخر فيهم ان كان الماما الله يطولنا بعمرها. ودائما مش عم اقول هيك على التي في، هي بتعرف يعني قد يمكن نحن بالبيت ما بنعبر كثير لبعضنا انه بالحكي بس بنعبر بالفعل. عشان نحن شفناك بالكوليس تحت الهواء قد انت فعلا بتهتم بالوالد وبتهتم بالتفاصيل، وفخورين كمان كثير بالوالد الله يرحمه كمان، وبنعتبرهم هن القدوه لنا، وبنعتبرهم انه لو يعني هن بيلعبوا دور كثير كبير بنسبه كثير عاليه بنجاحنا بحياتنا المهنيه والحياتيه. عائلتك كلها ثانك يو. شو اكثر شيء تعلمت من والدتك؟ تعلمت من والدتي الصبر، تعلمت من يعني اذا بدك النضج والتفكير والخبره بالحياه يعني عطتني كثير. كمان الماما انه مهضومه يعني ماما ايه انه اذا بدك التنكيت، واخوالي كمان من وجه لهم تحيه كمان عنده روح النكته كمان. مين طالع مين تشبهه مين تشبه يعني بالعائله؟ طاطيولا هلا كمان احسن بتكون عم تحضرنا تقول ما جبنا سيرتها. خالتي كمان مهضومه كمان طاطيولا. انا لا طانت تزعل مني يلا يلا لا من قلها طاطيولا احتراما، هي صغيره كثير اكيد مدام يلا. فمدام يلا كمان والماما انه كمان عائلة إذا بدك كنا قراب من بعضنا كلنا في روح النكتة يعني عم نحكي الوالدة عندها بحس هالروح الهضمنة الناعمة الهادية وخلينا نقول النكتة إذا بدك المحترمة مش يلي بتتعدى إذا بدك التعابير البذيئة أو الأشياء يعني إيه نكتة عرفتي ضمن اللياقة والتربية والحدود المطلوبة صح. لكن روح النكتة عند الخالات عند الوالدة الاخوال والبابا كان عنده الوالد كمان الوالد قد ايه كان عنده هيدي الروح كمان كان عنده كمان كان يعني بحب النكت كان يعني على الجهتين انه
الله يخليكم لبعض. ينعاد عليك مره جديده مدام. ميرسي ميرسي. نحن كثير انبسطنا اليوم انكم كنتوا موجودين معنا بتحلى الحياه. ميشو موفق بكل شيء. ثانك يو يا سنتيا. ثانك يو. ميرسي لكم كمان. يا ميت ميرسي. انا بتشكركم كمان على استضافتكم الي بهاليوم. كيف كانت الحياة؟ كيف كانت تجربة ماما؟ هلا نحن اول مره نطلع لايف الماما يعني فكيف لقيتيها؟ لا مرتاحه بالعكس. بتعيديها يعني مره ثانيه؟ معقوله؟ حسيتها قلعت هلا بدك نكمل الحلقه. هلا هي صعبه اول شيء انه ايه في رهبه الكاميرا بس لا شوي مش الحال مثل انتم كثير قريبين كمان شكرا على فكره كمان عن جد بدي اقول لكم انه انجاز انه الماما اليوم طلعت لايف معكم فعلا نحن بنتشكر ونحن فعلا بنقدر هيدي الخطوه يلي اخذتيها بنتشكر نادين نهرة لانه نادين كمان حكيتها شخصيا بعثت لها فويسات انه نادين معقول حدا يقول لها لا معقول هذا هي طريقتها اسلوبها كيف تحكي معنا وكذا انه ما فيها اقول لا فاكيد يعني طبعا نحن انبسطنا كثير انك كنت موجوده معنا وهلا كمان اكتشفنا انه ميشو كل هالعفويه كمان من عند مين أخذها. نحن مشاهدينا من بعد ما تعرفنا على والدته لميشو صار وقت ناخذ استراحه قصيره واكيد مكملين حلقتنا الخاصه اليوم بعيد الامهات.